مشاهدينا نصل بكم الآن إلى الموعد المحلي مع زميلة ماجدة. مساءك سعيد ماجدة. مساوك أسعد محمد. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري المحلي. تعيش 1400 عائلة من حي أورباكو بولاية خنشلة وسط الأوحال والمستنقعات ومياه قذرة، ما جعل السكان يذوقون ناقوس الخطر من الوضع الذي بات يهدد صحتهم. المزيد مع عمر عامري. احنا رانا عانيو معاناة كبرى، من ناحية المياه ما كانش، من ناحية القاذورات مخلطة مع الماء، الناس راهي تشرب هنا في المرض، وخاصة خشلة معروفة بالهيباتيت. الغاز طيشني صوري نسند عرم، ما صاش خصنا الحوالي وبريد، ما نوليش، ما وثامثنا وثامثنا ابن طليق ثاوي تغريق، كير ظيظان تدور، مسهال خنشلة الخزر ندينا. وجد المواطن بولاية البيض نفسه خارج حسابات الإدارة ومن دون خدمة بعدما رفض سائقو سيارات الأجرة العمل والتعامل مع مديرهم بسبب القانون الداخلي الشديد الذي فرضه. التقرير لنور الدين الرحمن. رفض سائق سيارات الأجرة بالبيض العمل داخل المحطة البرية للنقل، واستخدموا الرصيف المقابل لها كتعبير منهم عن رفضهم للقانون الداخلي الذي اصدره مدير المحطه. ان هذا المدير خدمته ماشي هاك هو يفهم هاك، ما راه فاهم فيها والو. حنا نطالبوا من السيد المدير العام تاع لي سوغرال باش يدير لنا حل. هذا المدير حنا ماذا بينا يبعدنا. ده منكر، هذا ده راه خارق المنكر، ده راه حقره. خافوا ربي ولا قاعدين نحرقوهم هنا الوطن، نحرقوهم ولا حرقوها هنايا. اروحوا شوفوا بعينكم واش مبلعين عينا هنايا. ورانا متلقين معاه عده مشاكل، زيادوها بلع علينا بالحديد، زعكنا من لاجونس، قال لنا خرجوا لوطنكم وخرجوا برا. راك فاهم كي هدرنا ما نستعرفش كاع بيكم. القانون الداخلي تم باتفاق جماعي مع نقابه السائقين والمحاضر موجوده، يقول مدير المحطه. قال لك احنا نسرجوا كما بغينا حنايا، نسرجوا كاع ديك البلاصه من الباب حتى الوراهم. قال لك احنا نسرجوا كاع فيها اللي مخصصه لينا، وين بغينا نقارو نقارو. هذا الاولى ضرنا، ضر السمعه للوجه العام تاع المؤسسه، يعني رانا في مؤسسه منظمه. ثانيا لي زاكسيدون اللي خلقوا لنا، دو زاكسيدون ولا تروا زاكسيدون خلقوا لنا ثمن داخل بسبب هذا السبب. وثالثا عندنا ملاوشه الصرامي، اذا خرجوا كما هم يختاروا عندنا. المواطن وحده الضحية في صراع لي الذراع بين مدير المحطة وسائق سيارة الأجرة بالبيض في غياب أي دور للجهة المسؤولة عن قطاع النقل لحد الساعة. إلى مدينة الجسور المعلقة، حيث أعلنت جمعية الشعر بقسنطينة عن سفراء الجزائر في علمي الفلك من طلبة من مختلف الأطوار، حيث سيتم إرسال بعثة متكونة من 3 طلبة من مختلف الأطوار ممثلين للجزائر في الرحلة الفلكية المبرمجة الصائفة القادمة، وذلك بزيارة إلى جامعة كامبريدج والموقع الفلكي نيوتن. المسابقة تهدف لتكوين طلبة في علمي الفلك من جهة واكتشاف باحثين في علمي الفلك من جهة أخرى، إضافة إلى تمثيل الجزائر في المخيمات الفلكية المنظمة كل سنة. عبد الجليل حنديس وهشام طلبي. نعرف اليوم سفراء قسنطينة، سفراء الجزائر لإنجلترا وجائزة الفائزين لهذه المسابقة المتميزة. سيكونوا على خطى نيوتن، سيتبعون نيوتن ذلك العملاق العلمي. الكلمة التي يمكن تقال في هذه المناسبة هو الشكر لجمعية الشعرة على المجهود المبذول في ميدان المعرفة والعلم، والشكر إلى أبنائنا الطلبة الذين فازوا بهذه المسابقة، وأتمنى أن يكونوا خير سفراء لهذا الوطن في جامعة كامبريدج ببريطانيا. كنت شوية كما نقول احنا متوتر بصح، كما نقول احنا حكمت يا ربي وراجعت شوية ودرت. نحب نشكر جمعية الشعر التي تقدم هذه الفرصة لكل تلاميذ مدينة قسنطينة، مدينة العلم والعلماء، عاصمة الثقافة العربية، على توفيرها لهذه الفرصة لنا لوجودنا هنا للتحدي والتنافس بكل شر. لم تعد تقتصر الأعياد الموسمية على بعض الفواكه فقط، بل انتقلت العدوى إلى الخضر. والحديث هنا عن الفول، وبما أنه المنتوج رقم واحد من حيث الوفرة، فضل سكان جلمة أن يخصصوا له عيدا وطنيا. التقرير لعبد الرزاق بالحاج وفاطمة زهرة شمخ.
لم تقتصر أعياد بعض ولايات الوطن على الفواكه فقط، وإنما وصلت العدوى أيضا لبعض الخضر. الفول، وبما أنه المنتوج الوفير بولاية جالما، سعى منتجوه إلى تنظيم أول عيد له بالمنطقة والجزائر ككل. إنتاج العام هذا في المستوى، خاصتنا شوية مطر في الأول، بس حضرك تحس الإنتاج لبس علينا الحمد لله. واش هو السوق تاعو شوية ما كانش. التظاهرة الأولى من نوعها في جالما جلبت عددا كبيرا من الزوار وتجار الخضر والفواكه القادمين من مختلف ولايات الوطن للمشاركة في عيد الفول الذي سيتحول إلى تقليد سنوي حسب المشاركين. أول مرة يتم هذا التنظيم تاع الفول، وإحنا حاجة شرفنا بزاف الفلاحة تاع بوعاتي كاملين، وكما نقولوا إحنا ماذا بين إحنا معروفين كما نقولوا من بكري بالفول والجلبانة. يوم عيد الفول يعني حاجة مليحة، نطلبوا منكم يعني ديروا لنا السوق تاع الجملة هنا في بوعاتي، هاك شوفين إحنا قاعدين نبيعوا في الطريق يعني. التظاهرة النادرة أثارت فضول واستغراب سكان المنطقة وزوار الولاية الذين لم يتوقعوا عيدا للفول. كاين فول هذا بثلاثة، هذا الفول نهار الأول عيد تاعو، احنا كيما نقولوا شهرنا الفول هذا، باه بينو باللي بلدية بوهاتي محمود راهي عندها إمكانيات كبيرة في الفلاحة. يعد الفول من بين المحاصيل الاستراتيجية السائدة بجالما، حيث توسعت مساحته في السنوات الأخيرة وفاقت 3200 هكتار، وأصبح هذا المحصول منافسا لمحاصيل أخرى موسمية، وحق لسكان جالما الاحتفال به. ختام الموعد المحلي، شكرا لكم، عودة إليك محمد. شكرا لك ماجدة. وبهذا مشاهدينا نصل إلى ختام هذه الجولة الإخبارية، يمكنكم متابعتنا على موقعنا على اليوتيوب، وكذلك التواصل معنا على صفحتينا على الفيسبوك وتويتر، كما يمكنكم تحميل التطبيق الجديد الخاص بقناة النهار من جوجل بلاي على أجهزة الأندرويد بكتابة النهار تي في بالعربية والفرنسية لتصلكم آخر الأخبار الهامة والعاجلة حصريا ومجانا. تحياتي الخاصة والخالصة لكم، والسلام عليكم.